بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. مثل ما تلاحظون في الصورة، وردة كالدخان في الفضاء. طبعا تكلمت في هذا الموضوع كثير جدا. صورة من أعماق السماء، كأنها وردة جميلة مرسومة بألوان من الدخان. هذه الألوان الزاهية تمثل انفجار نجم. يقول العلماء أن هذه الانفجارات سوف تزداد في نهاية الكون أثناء الانشقاق الكبير، عندما ينهار الكون على نفسه. سوف تصبح هذه السماء ملونة بألوان زاهية. هذه الظاهرة وصفها القرآن بكل دقة في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان. سورة الرحمن ألا تشهد هذه اللوحة على إعجاز القرآن الكريم؟ والله أعلم.